السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الثلاثاء 4 من يونيو عام 2024 ميلادي. اختبار المتون العلمية قسم مع المدير في مركز أهل السنة والجماعة بمرتان نوكشوط مقاطعة الرياض. وقبل أن ندخل المتون العلمية والأحاديث النبوية سيقرأ لنا بعض الطلاب القرآن الكريم. محمد المالي وشوق كلبل الموريتاني وعبد الرحمن جرى الموريتاني. قال له يا عبد الرحمن، يا محمد، لكن ارفع صوتك يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ارفع صوتك. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. ارفع صوتك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حسبك، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. حسبك. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ارفع صوتك. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. واصل. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما له، فمن كانت هجرته في الدنيا يصيبها امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. من يقول؟ لم يكن الحديث. من يقول؟ عبد الله أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في المختصر ما لا تجاه. يلا يا سليمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة. بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم. يكفي. هذا لا بد من جديد.